أيتها المواطنات، صاحب الجلالة يخاطبكم. استقبال الخط
في مرور الشروط والمستويات والآداب الاجتماعية التي قد يتحققها في الفئات المالية، واعتبارا بمكانة الشباب والحسان الثقافة الحسانية في بلدان أبناء الصحراء، فإننا نعلم أن الاستقلال هو على سبيل التجاوز. وقد أخرجت في تطمنا في المشاعر الديمقراطية والشعبية بمسلمين الدول وتشكيل المحاسنة بين الدولة والجهات لتحقيق التكامل.